الله وسلام على عباده الذين اصطفى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم ومرحبا في صحبة حلقة جديدة من برنامجكم لغة القرآن على شاشتكم الأثيرة الناس مشاهدي الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في حلقه اخرى سابقه حدثناكم عن الاجواء التي تنزلت فيها هذه الايه الكريمه وحدثناكم عن ما تتضمنه هذه الايه الكريمه من فروع الايمان كما حدثناكم عن ان الايه الكريمه تتضمن تلقينا للمسلمين بحجه دامغه يواجهون بها المعترضين على الاتجاه الى البيت الحرام في الصلاه بعد الاتجاه الى بيت المقدس ويقتنعون بها عقليا وينشرحون بها صدورا ويطمئنون بها قلوبا في شان قبلتهم التي يوجهوا اليها وهي الكعبه ربنا يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بعد شرحنا للبر وضربنا الامثله له وحديثنا عن من يتوجه اليهم الخطاب وجوهر البر وحقيقته نسال سؤالا ما المراد بالبر هنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ايه البر ده؟ ايه المراد به هنا ايه؟ أو ايه البر هنا المعنى بتاعه ايه؟ بر بمين؟ بر بمن؟ البر هنا بر بالله رب العالمين بر بالله وهل الله في حاجة إلى برنا؟ إطلاقا وهل الله في حاجه الى عبادتنا اطلاقا وهل الله في حاجه الى ايماننا اطلاقا لكن نحن نؤمن بالله ونحن نعبد الله ونحن نبر الله من اجل انفسنا من اجل ان نتزكى ان نتسامى ان تطهر قلوبنا ان تشرق ارواحنا ان نعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فتفيض علينا ثواباته وحسناته وحسن جزاءاته طيب كيف نبر الله كيف نبر الله احتوت الايه على اصول مضامين بر الله وتتلخص هذه المضامين في حسن التلقي لشريعه الله هو ذا البر حسن التلقي لشريعه الله ايه معنى حسن التلقي يعني اسمع القران كويس لا اقرا القران كويس مش بس كده انما حسن التلقي عن الله يعني الائتمار بما امر به الله والانتهاء عما نهى عنه الله يبقى البر ايه هو لله؟ بر بر المؤمن لله ما هو؟ حسن التلقي عن الله بتنفيذ الاوامر واجتناب النواهي طيب ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني ايها الناس أيها الثقلان اعلموا أن بركم لله لا يتمثل في الاتجاه إلى مشرق أو مغرب فقط وإنما في أن تأتمروا بأوامر الله وأن تنتهوا بنواه الله وأنتم تحبون الله سعداء بما شرع الله جميل طب ليه قدم المشرق على المغرب ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ما قالش العكس ليه قال هو الشمس في الواقع الشمس بتشرق الاول ولا بتغرب الشمس بتشرق الاول وبعدين بتغرب كذلك عبر في القران الكريم بدا بالمشرق لان الواقع يقول ان البدايه في الشمس شروقها وجاء بعد ذلك بالمغرب لان الشمس بعد المشرق ومضي النهار تغرب فحذا بالحديث حذو الواقع او جاء بالحديث جاء بالكلام في القرآن على مثال الواقع، رتب الأماكن في القرآن كما هي مرتبة في الواقع، فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قد عدنا إلى حضراتكم من الفصل السؤال التالي سؤال مهم أوي هو ربنا بيقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بينفي أن يكون البر الاتجاه إلى الجهات المعينة مع انه في ايات اخرى بيامرنا بالاتجاه الى جهات معينه كان بيصلي لبيت المقدس قال له توجه واستقبل البيت الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الله هنا بيأمرنا بأن احنا نتجه جهة معينة وفي أي مكان نكون نتجه إلى هذه الجهة في الصلاة إلى الكعبة وفي الآية دي بيقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إزاي أفهم الكلام ده ده تضاد آه عند الجماعة المسطحين اللي ما ما بيتعمقوش شكل الكلام متصادم انما لا هي مش كده هو عاوز يقول العنايه والدقه في استقبال القبله التي يأمركم بها ربكم هذا امر مطلوب لكن المؤمن لا يجعل كل همه في الاتجاه فقط لأن الاتجاه إلى كذا أو كذا وسيلة إنما المقصد تعبد الله سبحانه وتعالى يبقى المعنى مش نفي البر عن الاتجاه والاهتمام بالاتجاه المعين لأ المقصد انه لا تجعلوا كل همكم في الاتجاه الى جهات معينه ما تستنفروش كل قواكم عشان الجهه وتستنفذوا طاقتكم في ذلك غافلين عن المقاصد ما قيمه رجل يدقق ساعه في استقبال القبله وقلبه مليء بنيران الحقد على عباد الله ما وزن رجل يدقق في استقبال القبله ثم اذا انصرف الى المسجد اضاع يومه في الغيبه والنميمه ابدا انا ادقق في استقبال القبله لكن انا ايضا أدقق في أن تكون عبادتي التي أقدمها لربي تليق بجلال الله، هل يليق بجلال الله يا سادة أن تنتج القلوب صلاة طويلة عريضة والقلوب التي أنتجتها مسودة بالأحقاد بالحسد بالغل؟ بالاضغان بنوايا السوء هل يليق ان ادقق في ان استقبل القبله ثم اذا خرجت الى الحياه العامه عثت في الارض فسادا وملات ما حولي شرورا من قال ذلك ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر الى اخر الايه يبقى الاول نفى ان يكون البر مجرد اهتمام بالجهات والاشكال وان تستنفذ الطاقات في الشكل والمظهر والا نعطي الجوهر حقه نعم احسن الاحاسن ان اوازي بين المظهر والجوهر ان احافظ على طهاره الثوب والبدن والمكان واستقبال القبله وحسن القراءه وان املا قلبي حبا للناس وحبا للكائنات وحبا قبل ذلك لله رب العالمين انئذ تصير عبادتي فوق الملائكيه فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته آه ربنا بيقول ولكن البر من آمن بالله. ما قالش ولكن البر الإيمان بالله ليه؟ لكن البر الإيمان بالله ما قالش ليه كده؟ قال من آمن لكي يشعرك أيها الإنسان أن الإيمان لا يجوز ان تنام مستلقيا على ظهرك وان تنتظر من ربك ان يقذف الايمان قذفا في قلبك اطلاقا الايمان لا بد له من سعي منك ايها الانسان ولكن البر من امن هو له دور مش لو قالوا ولكن البر الايمان بالله يبقى الايمان ده ممكن يكون شيء بيقذفه ربنا في القلب فاللي مش مؤمن المنافق والكافر اللي كان مالي هو حدث في قلبي ايمان وانا ما امنتش ده بيقول لك خلي لي بالك الايمان ده انت لازم تسعى له ما هو خلي بالك شو بيقول ايه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه وبيقول على الفريق التاني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وبيقول في القرآن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وبيقول لسيدنا النبي نفسه في صدر سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الله هو النبي مش تقي عشان يأمره بالتقوى؟ لا قال لك يريد أن يقول له استمسك بالتقوى وضاعف منها ودم عليها هذا الامر يبقى الزيادة في التقوى في الايمان لازم العبد يثابر يبقى قال لو قال ولكن البر الايمان يبقى ممكن يكون الايمان ده يعني شيء يقذف في قلب الانسان لكن لما يقول ولكن البر من امن بالله يسند الايمان الى شخصه يعني هو له دور في الايمان اتحرك عشان تحقق الايمان وبقدر تحركك يبعث الله الايمان في قلبك والحديث هو بيقول الحديث القدسي فمن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله طيب يبقى إذن هو ده الايه الكلام اللي لماذا عدل عن ولكن البر الايمان الى ولكن البر من امن. طيب لماذا كان الايمان اول درجه في سلم البر؟ اول حاجه قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أذ الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أول البر الإيمان لماذا لأن الإيمان أساس لقبول الأعمال فأي عمل لا ينبعث من قاعدة إيمانية لا قبول لها وربنا بيقول لسيدنا النبي في القرآن الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هنا الشرك الأصغر اللي هو الرياء يبقى أقل الشرك الشرك الأصغر اللي هو الرياء بيحبط العمل يبقى الشرك الأكبر يعمل إيه؟ بيضيعه خالص شو بقى كمان بيقول أهو والذين كفروا لهم أعمال أعمالهم الصالحة يعني والذين كفروا أعمالهم يعني يقصد الأعمال الصالحة كسراب بكيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اعمالهم كسراب وفي اخرها حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. ملوش اثر خالص لماذا لفقدان الايمان الايمان القاعده التي ينبغي ان تنطلق منها الاعمال طيب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر ايه حقيقه الايمان بالله هل الايمان بالله مجرد زعم مجرد دعوة تدعى أقول أنا مؤمن بالله بناء على إيه؟ ما وقر في القلب الحديث بيقول: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب عقيدة مستقرة وقر يعني استقر في القلب وصدقه العمل العمل أيها الإخوة المشاهدون الكرام أيها الأخوات المشاهدات الفضليات إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة تحياتي إلى حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته